سؤالي اللي جاي لحضرتك يخص كرة الدوري 32 ببطولة كأس مصر، هل هتبقى كرة موجهة؟ هل مثلا نشوف الأهلي وبيراميدز مش في نفس الطريق كونهم البطل والوصيف، ولا كرة مش هتبقى موجهة؟ لا، احنا على طول بيبقى في بطل الدوري في اتجاه وبطل الكأس في اتجاه تاني، وتاني الدوري في اتجاه وتاني الكأس في اتجاه. من الأربعة بيبقوا مصنفين، لو في حالة التكرار بناخد الأربعة اللي موجودين في بيلعبوا في بطولة أفريقيا. فهمت. يعني دلوقتي مثلا الاهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف الدوري، ممكن الاثنين يبقوا في نفس الطريق مثلا لو الزمالك هو اللي خد الكاس، يبقى الاهلي والزمالك. ما هو لسه الزمالك لو اخذ الكاس هيبقى هو انا الزمالك. فاهم، انا مفهوم، انا بقول بس التصورات يعني. بس هي موجهه؟ لا، ما تصورش موجهه. امال ده تصنيف مش اتجاه. تصنيف. تصنيف. مش اي قرعه في افريقيا في اوروبا لازم هيبقى فيها تصنيف. طيب، عظيم جدا. طيب، ده فيما يخص كاس مصر. فيما يخص كاس الرابطه، ان شاء الله اول مباراه كاس الرابطه هيكون امتى ونظام البطوله نفسه؟ عشان لحد دلوقتي برضو ما فيش حاجه واضحه فيما يخص نظام البطوله. لا، احنا دايما في الموسم اللي احنا عملناه في الاول كان في بطوله امم افريقيا برضو. اول مسابقه، وعملنا دوري المجموعات. ثلاث مجموعات، في كل مجموعه سته. فبالتالي طبعا عشان احنا لو خروج المغلوب يبقى ما استفادوش حاجه الانديه صح في فتره التوقف ال 45 يوم. فبالتالي بندوم عدد كبير من المباريات المعقولة عشان بقيه اللعيبه تجهز، لان احنا عندنا هيبقى 14 15 واحد غير المحترفين في الخارج. هم اللي في المنتخب، وبالتالي كل اللعيبه بتاعت مصر كانت بتقعد تتفرج، عندهمش مباريات جديه. فبيبقى في تاثير في متاثر عليهم في فتره التوقف ديت مع عوده الدوري. فبالتالي دلوقتي بقى في اهميه كمان لكاس الرابطه، بقت مؤهله للسوبر، فبالتالي لها اهميه اكبر. صحيح. فهي فرصه للكل. فبالتالي بتبقى في ثلاث مجموعات بتساوي، وبعدين بناخد الثلاث اوائل واحسن ثاني، ونعمل مربع اللي هو قبل النهائي والنهائي. طيب، هل في اي طلبات اعتذار جات لكم ثاني بعد النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي فقط؟ لا، مفيش حاجه جات لنا تاني. مفيش حاجه جات لكم ثاني. طيب، لا. ده فيما يخص كاس الرابطه. كان الفتره الاخيره في تاجيل في عدد المباريات في الدوري الممتاز، هل الدوري هينتهي في ميعاده، ولا دلوقتي بقى في تغيير في انتهاء او موعد انتهاء الدوري؟ لا، ان شاء الله نقدر ننهي في ميعاده ان شاء الله، ما فيش مشاكل. انما طبعا التاجيل الاخير الرابطه مشكورا، يعني طبعا كله بيساند المنتخب الوطني. عظيم. مستر فيتوريا طبعا لقى مباراه يوم اثنين في الشهر، ان في الاربع انديه بيلعبوا في السوبر، انا كنت حاططهم يلعبوا بعد السوبر يوم اثنين الاربع مباريات في يوم واحد. بالنسبه لمباراه الاهلي والسيراميكا والفيوتشر وبيراميدز، انما مستر فيتوريا لقى ان مباراه لعيبه النادي الاهلي لعبت كم من المباريات كتير جدا في الفتره الاخيره، فبالتالي عايز يبدا عنده مباراه وديه يوم سبعه. فلما كان هيلعبوا يوم اثنين قال لك لازم اديهم يوم راحه، يوم ثلاثه بعدين ابدا اربعه، فعايز استفيد الفترة ديت ان هم ياخدوا راحة قبل معسكر اللي هو يبدا يوم اثنين ان شاء الله. ان شاء الله. فبالتالي الرابطة مشكورا، والنائب احمد دياب وافق على طول على لنجاح المعسكر بتاع مستر فيتوريا والمنتخب الوطني. فنقدر ان شاء الله نتصرف ونحط نشوف مكان ثاني للمواعيد الاربع مباريات ديت. طيب، هل في ميعاد مبدئي للقمة؟ يعني بعد تأجيل القمة اللي كان المفروض في فبراير الأهلي والزمالك، هل في ميعاد جديد تحدد لها ولا لسه برضه؟ ان شاء الله هحدده مع المواعيد ديت بقى بقدر الامكان، لان طبعا حضرتك لما انت عارف لما بتحط مواعيد مؤجله فبتبقى في فرق بتلعب في افريقيا، وفي مؤجلات فرق ما بتلعبش في افريقيا، فبتحاول تستفيد باكثر الايام المتاحه على انك انت ما تعطلش بقيه الانديه، ويبقى في انديه معينه هي اللي بتلعب. فبالتالي بتوصل الامور انك انت كل فتره بدل ما النادي هيقعد 14 نادي يقعد 13 يوم 14 يوم ما لعبوش، بيشوف قدر المتاح مين مسافر، مين بيلعب كره فدراليه، مين بيلعب ابطال الدوري. لان المواعيد مختلفه، ابطال الدوري بيلعبوا جمعه يا سبت، الكونفدراليه بيلعبوا يوم الاحد، وفي ناس تبقى في الكاس، في ناس مش ما عندهاش مباريات كاس. فبالتالي كل الامور ديت بعد تاجيل الاربع مباريات دولت لازم اعيد النظر في تسكين بقيه المؤجلات يعني المتاحه. طيب، عشان برضو دي معلومه مش واضحه لينا، مباريات كاس سوبر الابطال لو انتهت بالتعادل في وقت اضافي ولا ضربات ترجيح على طول؟ لا، الثلاث مباريات الاولى اللي هي اول مباراتين هم يوم الاثنين ان شاء الله ضربات ترجيح على طول. الثالث والرابع ضربات ترجيح على طول، المباراه النهائيه بس اللي فيها وقت اضافي.
حلوه دي، معلومه كويسه برضو اول مره نسمعها، او بالنسبه لي يعني اول مره اسمعها. طيب الحكايه بتاعه حسين الشحات ومحمد الشيبي واللجنه القانونيه، الموضوع ده واقف لحد فين يا كابتن عامر، وهيروح لحد فين؟ لا يمكن الحاجات الخاصه بقى بمجلس الاداره وحاولت لشؤون القانونيه، ولسه الشؤون القانونيه هيرد علينا. هم اللي بياخدوا القرار يعني. طيب عظيم جدا.